سياسيا، افتتحت مساء أمس أعمال الملتقى الإقليمي لحزب الوسط من أجل العدالة والتنمية وسط حشد من المناضلين والمناضلات وبعض المدعوين من الأحزاب السياسية المختلفة. هذا وقد ترأس أعمال الملتقى رسميا الرئيس الوطني للحزب الدكتور عبد الرحيم يونس علي. جرت المناسبة بقصر 15 من يناير. التفاصيل مع عبد الله برما. إصلاح مؤسسات الدولة والاستقرار والأوضاع الأمنية والرؤية الاستراتيجية المستقبلية واستعدادا للانتخابات التشريعية كان هو محور الملتقى الإقليمي لحزب الوسط من عجل العدالة والتنمية. حظي الملتقى بمشاركة مختلف المناديب الإقليميين والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين الوطنيين لمناقشة هذه المواضيع التي تعتبر ذات أهمية كبرى لتقوية الديمقراطية وتحسين سير الدولة وتحديث المؤسسات الكبرى وجعلها متماشية مع الواقع الاجتماعي. المناسبة استحلت بكلمة اللجنة التنظيمية التي ألقاها عبد الرحمن بدماسي، حيث رحب جميع الوفود المشاركة في الملتقى الإقليمي، وأوضح بأن حزب الوسط باعتباره حزب الأغلبية الرئاسية ورغم الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، استطاع الحزب تنظيم الملتقى الإقليمي الفريد من نوعه لمناقشة جميع السبل المعدية إلى نجاح سياسة الحزب. أثناء كلمته الافتتاحية، الرئيس الوطني لحزب الوسط أشاد بالجهود المبذولة من أعضاء وكوادر الحزب لتنظيم هذا الملتقى الإقليمي، وهذا يدل على أن الحزب لا زال يتمتع بتماسك قوي. أقول لكم اليوم أي واحد عنده حرية ليبرتي هذا كامل عشان يقول كلام اللي دور يقوله في التيمة التناقشية كله، وده بس علينا نشلو والريكومنداسيون التوصيات والبروبوزيسيون تجي فوق ده. ده بس على أن نشلو نمر بفوقها، وفي قدام وقت الجايدة تلقوا أرجانا وأجهزنا حزب الوسط بالتان شوف الكي يوقفها ما فيه. يذكر بأن هذا الملتقى الإقليمي لحزب الوسط يستمر لمدة يومين، بحيث يسمح للمشاركين تبادل المعلومات والأفكار البناء الحادفة لمصلحة الحزب. ترأس مؤخرا عضو المكتب الوطني السياسي للحركة الوطنية للإنقاذ بشير رمادي حفل افتتاح المقر الرئيسي لمناضلي حزب الحركة بمدينة تمندو بمقاطعة وادي بسام، والذي قام ببنائه المناضل صالح بكر عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة مؤسسة وادي كندي بحضور أعداد كبيرة من أبناء المنطقة والمناضلين وكوادر الحزب. التفاصيل لدى آدم أبو بكر إدريس. تجسيدا لمبادئ الديمقراطية في البلاد وتنظيم المجالس والهياكل السياسية على طول البلاد وأرضها، فقد تجمع مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بمدينة مندو للمشاركة في حفل تدشين المقر السياسي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ، والذي قام ببنائه أحد أبناء المقاطعة والمناضل الكبير في الحركة السيد صالح بكر عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة مؤسسة وادي كندي. هذا وقد قام بتدشين المقر عضو المكتب السياسي الوطني للحركة الوطنية للإنقاذ الوزير بشير مايدي، حيث قدم شكره إلى المناضلين والمناضلات ووقوفهم الصامد خلف مؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إتنو، مبديا إعجابه بالمبادرة التي قام بها المناضل صالح بكر عبد الرحمن. إدريس ديبي إتنو وفي سكرتير جنرال أنانا محمد زين بدا هسا اليوم grand camarade nana militant nana Saleh Abakar nana sosse wadi kundi antana siège le into conseil nana wadi pisam donc hasara ligitu bakam taw teju foga ti so reunion tu so kidmi on saidu parti nana ni saidu rais nana into michel tarfuda hasara mps gourz mafi ni doru militant michel Saleh Abakar da alga jiba gourz fi mps e aunun so kidma nana ما نزل جيج بكلام ساجد جبل الأولاد ما ندور نزل أوراني. كما خاطب بعضه مسؤول الحركة الوطنية للإنقاذ بمقاطعة وادي بسام شاكرا جهود المناضلين وإبراز الروح التضامن والعمل في الحركة. عمدة بلدية مندو من جانبه فقد تحدث مطولا وأبدى رضاه التام بهذه المبادرة الجميلة والتفاني في خدمة المناضلين في الحركة الوطنية للإنقاذ بمقاطعة وادي بسام. وفي نهاية الحفل قدم المناضل محمود أبكر كلمة عبر فيها عن سروره بإنجاز هذه الخطوة الهامة، وأشار إلى أن الدوافع التي ساعد على بناء هذا المقر الجميل هو روح المواطنة والنضال الحقيقي للحركة الوطنية للإنقاذ. علينا يعني ما نقدر نقصر في الأمبس، كان الأمبس ما قصر معنا، كان ده بدارين نزيد كيف نقدر نعاون الأمبس. زول كان عوانك ده أنت ما تنوم تقوم بطولك تعاونك
عشان ام بيس اول شغل قصر ما في كلام ده بس شكر حقنا قدمنا بدي حقنا كله قال ان هنا قم انت حج ورانا انت اوردر في ده حجت شكر لرئيسنا ادريس ديبي اتنو يعني ان هنا مالا نقول ادريس ديبي اتنو بشيء واحد ده زول عشان يخدم اي وقت ما ينوم لان بدل النوري خاصه ان هنا مشينا في رزقي فكينا في ترول جينا في ماو سوينا استيتي انا اقل بترول يعني اي ما فجر ده هو بقوم بسايدة للدولة ده كلام ده بس علينا كل نقوم على جانب حقنا قدر حقنا ده عشان نساعده. ونشير إلى أن المقر يهوي صالة كبرى للاجتماعات وصهريجا للمياه وملحقاته، وبعد هذه الخطوة يبقى على المناضلين التمسك بمبادئ الحركة مع كافة أبناء المنطقة ووقوفهم خلف مؤسسة الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إتنو، وسيمارسون نشاطهم الحزبية بأريحية تامة مع المقر الجديد الذي شيد لهم. كان المقر الذي دشنا بمدينة مندو مقاطعة وادي بسام وليس مدينة مندو كما أسلفنا.